في برنامج حراير، ألا وهي فقرة نجم حراير. نجمة حراير اليوم مشاهدينا هي من الإمارات، وهي مطربة ونجمة في سماء الفن بلا منافس. عالمها هادي وبسيط، واستقبالها لنا كان قمة في الذوق. تعالوا ويانا وشوفوا كيف كانت هاللحظات مع هذا اللقاء الجميل ويا ديانا حداد. يسألوني عنك شلي جراري منك في حبنا يا غالي قلبين على يا حياة ديانا، وإحنا وايد مستانسين أن مستضيفة عبر حراير. تستني لأهل وسهلا فيكم، وأنا مبسوطة بحضوركم في اليوم بأول يمكن فاشن شو ولا سي كي كالفن كلاين بدولة الإمارات العربية السعودية. فالحمد لله يمكن شكرا لضيف الشرف as a famous singer في البلد وفي الوطن العربي، فبشكرهم وأنا so happy to be here. انت ترتاحين فيه وتحبين ان ايضا جمهورك تشوفك؟ والله بالفترة الاخيرة يمكن عم فضل الاشياء very simple، ويمكن اتعود ديانا على ديانا حتى دائما في تجدد الحمد لله بشهادة المشاهد العربي والمكان، بس دائما بختار الشيء بناسب عمري بناسب شخصيتي بناسب مشاعري ومشاهدتي. فمثل ما شايف اليوم يمكن اليوم لبسي من سي كي very simple dress اسود، يعني نعم ما في شك ما في شيء ابدا، و this is my style. باقي على ميعاد مهما يكون علاجك في غيبتك وبعادك مثلاش يغير ظن الالوان اللي تفضلينها اللي تذوق عليك تحسينها. انا بصراحه بحب الغوامق شوي، بحب الاسود، بحب البنفسجي، بحب الكحلي المارون والعنابي الابيض، بس حسب طبعا كل موسم. يعني بالصيف مضطره انك تتجهي اكثر للالوان الصيفيه للاخضر الاصفر الازرق، وبتعرف هلا يمكن السمر سيزون هلا اكثر انه الناس تتجه للالوان الفاتحه. فبلمس كل شيء، بس اهم شيء يكون يناسب بشرتي ويناسب حتى ستايله الشيء اللي انا بحبه. يعني بحب الغوامق حتى بالميك اب، يعني يوجوالي بطلع على الالوان الترابيه، عرفت البرونز البراونش، حتى بحب المارون، بحب الاسود، بحب السموكي كثير بقلب العين الكحل الاسود وبيبرز جمال العين، عرفتي؟ نبى نعرف من سر الرشاقه، او هل هناك نوع معين من انواع الحميات وايضا الرياضه اللي تتبعينها علشان تحافظين على شكلك؟ يمكن مثل ما كل الناس تعرف انه اسم الله صار لي 5 شهور مولدي، انا جابت طفلي ثاني الحمد لله، صار عندي بنتين الله يسلمك. انا من نوع الواحد ما بحكي عن نفسي، بس عندي عشق للرياضه. يعني تصوري انا وحامل اسم الله بشهر التاسع بين الثامن والتاسع يوميا بشيل 4 كيلو، يعني امراه حامل، بس الحمد لله لهالسبب بعد ولادتي بشهر تقريبا ارتحت شوي، على طول بدات ممارسه الرياضه، بدات نظام اكل معين يعني healthy food. ما باكل كثير انا بصراحه، عملت كان عندي عزمه، كانت اكثر حتى على نفسي يعني على النفس وعلى الجنوب الانفي وهيك، وكل الناس كانت حتى نزلت بمجلات المخلوقه والصحف وهيك، يعني ما في خبي هالشيء. وانا الحمد لله واضحه، بس انه ما جملت بمخاري، هي مجرد عزمه وشلتها. وانا مع المراه تغير بس بضمن حدود. لو يسالوني عنكم شلي جرى منكم يا حبنا يا غالي قلب العالى هاونكم قلب العالى هاونكم. تابعوني ببرنامج حراير على قناة سمر باي، كانت معكم ديانا حبيب.